السلام عليكم إخواني أخواتي، واش سبق ليكم سمعتوا بشي حاجة سميتها لذة الصيام؟ قد يقول قائل أنني نوجد لذة في الماكلة إلى كليتها والماء إلى شربته، هذه حاجة محسوسة، لكن كيفاش غنحس باللذة في الصيام اللي هو عبارة عن جوع وعطش وعياء؟ الجواب كيحصل إلى جاوبتي علاش كتصوم أصلا. إلى قلتي كنصوم فقط لأن الصوم واجب، نقول لك صعيب تلقى هذيك اللذة اللي كنتكلم عليها، وكيختلف رمضان تماما عندك إذا صمتيه حبا في الله عز وجل اللي أمرك بالصوم دياله. شعور حب الله يا إخوتي في القلب والروح كيجعل لذة ديال الصيام أحلى بكثير من لذة الطعام والشراب. كلما صمتي تذكر أن أجر الصيام خباه لك الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. استحضر أخي الكريم أختي الكريمة أن الصيام هو واحد السر بينك وبين الله. الصيام كيربيك على التقوى وعلى الإخلاص وعلى المراقبة وعلى الخشية من الله سبحانه وتعالى. نسولك سؤال، واش عمرك كنتي صايم وفي قمة الجوع والعطش والماكلة والمكاينين حداك وقادر باش تاكل وتشرب وما يشوفك حتى شي واحد وما كليتيش؟ شنو اللي كيمنعك؟ كيمنعك الحياء من الله سبحانه وتعالى، كتمنعك مراقبة الله، وهذا هو مقام الإحسان. حاول أن هذا الشعور يستمر معاك في الشهر كله، ثم في عامك كله، وفي العبادات ديالك كاملة، وفي أي حاجة كتديرها وأي حاجة كتخليها. إذا استحضرتي هذا الشعور في جميع لحظات حياتك غتحس بواحد اللذة عجيبة وواحد السعادة ما كتشبه لها حتى شي سعادة أخرى. السلام عليكم.